في الفيديو ده هنتكلم عن اهم واصيع 12 موقع في عالم الذكاء الاصطناعي. والفيديو ده هيكون لكل الناس ايا إن كان انت كنت مين او شغال ايه بالظبط. هنتكلم عن مواقع بتديها بياناتك وتعمل لك سيفيهات، مواقع بتديها الداتا وتعمل لك لوجو جاهز، مواقع بتلخص اي بي دي اف لو انت طالب، ولو انت عندك اي مشروع او بيزنس او اي صفحه اونلاين او بتبيع اي حاجه فهنقول على مواقع مهمه جدا ليك في الموضوع ده. فيديو قوي وحماسي ومهم جدا لكل الناس بعد التطور الرهيب اللي احنا شفناه في الذكاء الاصطناعي ده. فيلا بينا بدون كلام كتير نبدا الفيديو بتاعنا. بعد التطور الرهيب اللي ظهر بقاله حوالي سنة وكل يوم التطور ده عمال يزيد في عالم الذكاء الاصطناعي، بقى مهم جدا انك تواكب وتتطور وتبدأ تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي دي. فعشان كده انا جايب لك في الفيديو ده عن اهم 12 موقع اللي هم الخلاصة تقريبا كده اللي هم هيساعدوك جدا ايا كان شغلك عبارة عن ايه. حتى لو انت لسه طالب المواقع دي عبارة عن مهارات عامة مش اكتر، وكل موقع من المواقع دي مش هيكمل معانا دقيقة واحدة شرح. وكمان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي هتلاقيه متقسم عندك تحت في التايم لاين في اليوتيوب، تقدر تروح لاي موقع انت عاوزه. ده لو انت نسيت اسم الموقع حابب ترجع له تاني في اي وقت. خلينا دلوقتي نبتدي باول موقع معانا هو colorize.cc. الموقع ده بيقدر يلون لك اي صوره ابيض واسود عندك، يعني انت مثلا لو عندك صوره جدك او صوره والدك ايام الابيض واسود او صوره اي فيلم انت عايز تشوف الالوان بتاعتها ممكن تبقى عامله ازاي او تشوفها بالالوان، تقدر تعمل ده عن طريق الموقع ده. فخلينا مع بعض نخش على الموقع ونشوف ازاي نقدر نستخدمه. طيب ده الموقع كده زي ما انتم شايفين، بتبدا تختار سيلكت فايل وتبدا تختار الصوره، مثلا اختار صوره رشدي اباظه دي، وبعد كده بندس اوبن. هيبدا يحمل معاك بالشكل ده، هتلاقيه طلع لك الصوره بالشكل ده، وبعد كده تقدر تعمل كده وتشوفها هي ابيض واسود وهي الوان، فهتلاقي جاب لك اللون الازرق بتاع البدله، فانت قادر تعرف يعني لون البدله اللي هو لابسها ايه. وكمان تصميم الموقع وحته السلايد دي حلوه جدا. وبس ده كده كان اول موقع معانا. وتاني موقع معانا هو موقع كيك ريزيمي، والموقع ده هو خاص بالسي في، يقدر يعمل لك اي سي في بتدي له البيانات بتاعتك ويطلع لك تصميم السي في جاهز. فلو انت بتقدم على اي شغل او وظيفه ومش عارف تعمل سي في ولا عارف تستخدم الوورد ولا لسه هتطلب من حد او تدفع له فلوس، لا انت ممكن تخش على الموقع ده وتدي له البيانات بتاعتك وهو يطلع لك التصميم جاهز على طول. زي ما انتم شايفين ده الموقع كده، بتكتب الاسم بتاعك هنا، وبعد كده بتكتب الجوب تايتل اللي هو الوظيفه بتاعتك. انا مثلا هكتب كونتنت كرييتور اللي هو صانع محتوى يعني، واختار جنريت ويز اي اي. هيطلب منك تسجيل دخول، هتعمل تسجيل دخول عادي جدا. بعد كده تلاقيه طلع لك السي في زي ما انت شايف كده، وبعد كده طبعا ممكن تعدل على الديزاين بتاعه، يعني مش ده السي في بس اللي بيطلع لك. وبتخش بقى تكتب البيانات بتاعتك اللي هي بقيه بياناتك وصورتك والايميل بتاعك وكل الحاجات دي بتقدر تكتبها عادي جدا، والوصف وكل حاجه. وبعد ما تحط بياناتك وتخلص السي في بتاعك بتقدر تحمله عادي جدا. وده كده كان الموقع الثاني معانا. وتالت موقع معانا هو 24AI. الموقع ده بتدي له صوره اي منتج متصوره عشوائي بالموبايل بحاجه وحشه جدا، وبيحول لك منها لصوره بروفيشنال تقدر تستخدمها في الاعلانات بدل ما تجيب فوتوغرافر وتعمل لوكيشن او تجيب مصور او ايا كان الكلام ده كله. بتطلع نتيجه بروفيشنال كانك مصوره بكاميرا بس انت مصور بالموبايل، هو بيعمل لك الموضوع ده عن طريق الذكاء الاصطناعي. فخلينا مع بعض نجيب الموبايل بتاعنا ونبدا نصور صوره بالموبايل وندخلها على الموقع ونشوف النتيجه اللي هتطلع تبقى عامله ازاي. طيب هو ده الموقع، هو بيعمل لك 24 صوره فور فري تماما، فهتدوس على الخيار ده كده، بعد كده بتعمل ريجستر او تسجيل جوه الموقع يعني، تكتب ايميلك ورقم تليفونك والباسورد والحاجات دي كلها. وبعد ما عملنا تسجيل جوه الموقع بتبدا تدوس هنا كليك عشان تحط الصوره بتاعتك، وفي حالتنا هنا بنضيف صوره الموبايل اللي احنا لسه مصورينها وندوس اوبن. هتلاقي اصلك الموبايل اللي هو المنتج لوحده كده، فتقدر لو انت عايز تعدل على الصوره دي بتعدل عليها براحتك، وممكن تضيف اي خلفيه من الخلفيات دي او تضيف اي افكت من الافكتات دي. مثلا ممكن نختار اللي هي بتاعت دبي دي ونختار جنريت، هتلاقي طلع لك الصوره بطريقه حلوه جدا يعني روشه جدا، انا شايف انها جميله. وطبعا ممكن تجرب الاوبشنز الثانيه ممكن تطلع حاجه حلوه يعني. بعد كده تدوس داونلود وهتبدا تحمل الصوره معاك عادي جي بي جي، تقدر تفتحها وتبعتها وتنزلها في اي مكان. طبعا انا مصور الصوره بشكل حلو على ترابيزه كويسه، ولكن في حالتك انت ممكن يبقاش عندك التصوير او الاضاءه دي او الحاجه دي، فساعتها هتستخدم الموقع ده يطلع لك النتيجه دي. والموقع الرابع معانا هو فور فرونت. ده الموقع ده للناس اللي مش عارفه تستخدم شات جي بي تي في مصر، او محتاجه رقم امريكي، او محتاجه حد يسجل لها شات جي بي تي يعني، فتقدر عن طريق الموقع ده يبقى عندك بوت او شات تقدر تدردش بيه عن طريق برضه شات جي بي تي جوه الموقع ده. يعني من الاخر اعتبر نفسك بتشتغل بشات جي بي تي جوه الموقع ده. فيلا بينا نخش على الموقع ده ونشوفه بيشتغل ازاي. زي ما انتم شايفين بتقدر تختار شات جي بي تي اللي هو 3.5 او تقدر تختار شات جي بي تي 4. طبعا شات جي بي تي 4 احدث ومتطور اكتر وعارف بيانات اكتر، ولكن ده فيه ليميت في عدد الرسائل خلال كل 3 ساعات، يعني تقريبا كل 3 ساعات ليك 3 مثلا اسئله او 3 حاجات تقدر تبعتها له يعني. فاحنا مثلا نختار شات جي بي تي 4 وهنكتب له مثلا يكتب لنا سكريبت مثلا عن حاجه معينه، يعني نكتب له حتى بالعربي، ممكن نكتب له كده بالعربي، نكتب له اكتب لي سكريبت عن تاريخ الكاميرات، عايزين مثلا نعرف تاريخ الكاميرات في 3 دقائق. خلينا نكتب له سكريبت فيديو، تمام؟ يعني عشان يقول لنا سكريبت فيديو، ونكتب له اليوتيوب كمان.
بس، وبعد كده بندوس انتر ويبدا يرد علينا بالشكل ده. طيب زي ما انتم شايفين كده طلع لنا سكريبت: مرحبا، في هذا الفيديو سنتحدث عن تاريخ الكاميرات وكيف تطورت، وكاتب لك بقى الكاميرا بدات امتى والحاجات دي كلها لحد ما جاب لك ايه. شكرا لمشاهدتكم ونراكم في الفيديو القادم. بجد الموضوع مبهر جدا، وكمان تقدر تتكلموا بالعربي فدي حاجه قويه جدا. والموقع الخامس معانا هو لوجو ميكر دوت اي اي، والموقع ده بيتيح لك ان انت تعمل لوجو بس بشويه البيانات اللي انت بتكتبها للبراند بتاعك. يعني انت مثلا عندك محل احذيه، فبتكتب ان انت عندك محل احذيه واسم المحل، وهيطلع لك اوبشنز كتير من اللوجو، بتختار اللوجو اللي انت عاوزه. فخلينا مع بعض نخش على الموقع ده ونشوف ازاي بنستخدمه. طيب هنا مثلا بتكتب الاسم بتاعك، ممكن اكتب اسم انا محمد اسماعيل مثلا. السلوجان اللي هو الشعار بتاعك مثلا ممكن اكتب له سمعه وخلاص. بعد كده ندوس كونتينيو. هنا بيقول لك اختار الاندستري او المجال بتاعك يعني. طبعا هنا المفروض يبقى فيه ارتس مثلا او كده. ممكن طبعا نختار انترتينمنت عادي، او مثلا نختار تكنولوجي مفيش مشكله. ولو حاجتك مش موجوده اختار اذر. تمام، بيقول لك الالوان اللي انت عايزها للبراند بتاعك، عايزها الوان وارم زي دي، ولا جراي سكيل ابيض واسود، ولا الوان بارده، ولا الوان فيها كونتراست عالي، ولا جريدينت مثلا فيها كده. تعال نختار جريدينت مثلا ونختار كونتينيو. بيقول لك الفونت اللي انت عايز تستخدمه، فونت مودرن ولا اليجنت ولا سلاب. طبعا بيديك سامبلز للفونتات، يعني مودرن بيديك مثلا لوجو موبيل وجوجل وبي بي سي والحاجات دي. ومثلا في برضو دي اللي هي العاب، لو انت مثلا براند بتاعك بتاع اطفال او احذيه او كده ممكن تختار حاجه زي دي. احنا مثلا ممكن نختار المودرن، تمام مفيش مشكله، والسلاب برضو، ونختار جنريت. هنا بيبدا يحمل اللوجو بتاعك اهو، هتلاقيه طلع لك كذا لوجو زي ما انتم شايفين. طلع لك يعني ده تحفه بصراحه، انا مش عارف ازاي ده اتعمل، يعني ده تحفه جدا فوق ما تتخيل. نشوف كده تاني، هتلاقي جاب لك لوجوز كتيره جدا، ممكن تختار واحد منهم. طبعا ممكن تاخده سكرين شوت وبعد كده تبدا تنزله زي ما انتم شايفين، يعني ده حلو جدا، وتاخده سكرين شوت وتنزله عادي. الموقع السادس معانا اللي هو victorizer.ai. الموقع ده بكل بساطه بياخد اي صوره عندك ويخليها لك فيكتور. تمام، لو انت مش شغال في مجال الجرافيكس فاكيد مش هتبقى عارف يعني فيكتور، بس خلينا نقول ان هو بيعليك الجوده. ولو انت بقى شغال في مجال الجرافيك فانت لو عندك اي صوره عايز تحولها لفيكتور تقدر تحولها عن طريق الموقع ده، والنتيجه اللي بيطلعها احسن من الايمج تريس اللي موجوده في الاستريتور. طيب الموقع اهو، نرجع كده لمكان اللوجات. مثلا احنا عجبنا اللوجو ده، حلو، نبدا ناخد سكرين شوت جوه الجهاز بتاعك كده بالشكل ده. بعد كده نخش على موقع victorizer.ai، وبعد كده نختار الصوره من هنا، نختار اللوجو بتاعنا كده ونعمل له اوبن. هيبدا يحمل معانا بالشكل ده. هتلاقي هنا الجوده كانت قليله شويه، هو علّى لك الجوده. بعد كده تقوم دايس داونلود، وهنا بقى بتختار الصيغه بتاعتك اللي انت عايز تحفظها. احنا طبعا الناس اللي بتستخدم الجرافيك ديزاينرز بتستخدم الاستريتور، هتختار اس في جي عادي جدا وتعمل داونلود. بعد كده تبدا تفتح ملف الاس في جي ده على الاستريتور كده بالشكل ده، وتبدا تاخد الحتت اللي فيها ووتر مارك وتشيلها اللي هي الجراي دي. تبدا تدوس دبل كليك كده وتبدا تشيلها. هيتبقى لك اللوجو صافي تماما، ما فيهوش اي حاجه حواليه. تبدا تشيل واحده واحده، تعمل سيلكت هنا وتشيل الحاجات دي. وطبعا الموضوع ده مفيد ليك جدا لو انت جرافيك ديزاينر او انيميتور، ان العميل لو بعت لك اللوجو بتاعه صوره على الواتساب وانت معكش كفيكتور عايز تعمل له انيميشن او عايز تحطه في يافطه كبيره، تقدر تخش على الموقع ده وتحول الحاجه لفيكتور فور فري تماما بكل سهوله. وبس ده كده كان الموقع السادس معانا. والموقع السابع معانا هو موقع بلو بيلو، وده بديل مجاني لميد جيرني. طبعا زي ما انتم عارفين ميد جيرني اللي عمل طفره من كام شهر، اللي هو بتقدر تكتب له وصف اي صوره وبيطلعها لك على طول جاهزه، وبتقدر تتحكم في الستايل والالوان والحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا هنفترض ان انت عايز بني ادم براس اسد، بتكتب له حاجه مش موجوده اصلا وهو بيطلعها لك بالكتابه بس. وكمان زي ما قلت لك بتقدر تتحكم في الستايل والالوان، عايزها كرتونيه، عايزها شكلها رياليستيك وحقيقي، ولا عايزها ازاي بالظبط. فموقع بلو بيلو بيقدر يعمل الكلام ده بس بطريقه مجانيه بدل ميد جيرني. ميد جيرني دلوقتي اقل اشتراك فيه ب 10 دولار، يعني تقريبا 330 جنيه مصري يعني. طيب انت لو دخلت على الموقع كده هتلاقي ان الموقع ده برضو تابع ديسكورد زي ميد جيرني، يعني بتقدر تعمل جوين ذا فري بيتا ويوديك على ديسكورد. والموقع ده سمعت كله بيشكر فيه، وكمان بيقول ان هو بديل ميد جيرني وكمان مجاني، فاللي هو افضل بكتير. فانا بس الاشتراك بتاع الميد جيرني بتاعي يخلص وابدا اشترك فيه واجربه، وان شاء الله ممكن ابقى اعمل عنه فيديو تفصيلي هنا في القناه. والموقع الثامن معانا هو الفاير فراي اللي من ادوبي. طبعا الموقع ده مكسر الدنيا جدا. الموقع ده برضو بيعمل صور من الكتابه، وكمان بيقدر يكمل لك اي صوره، يعني لو في صوره ناقصه مثلا عايز يكملها لك ممكن يكملها لك جدا. يعني مثلا زي فينا انا قاعد في الاستوديو زي دلوقتي، ممكن اعمل زوم اوت واكمل الاستوديو زي ما انتم شايفين، يعني شايف دي صوره هو كملها لي ازاي. وانا كنت اتكلمت قبل كده على الاوبشن ده اللي موجود في الفوتوشوب، هو هو بالظبط من نفس الشركه اصلا. يعني مثلا لو انت متصور بورتري مثلا نصك ده، ممكن يكمل لك جسمك عادي جدا ويخليك واقف ولابس جزمه وبتبانش الصوره خالص انها تركيب. فهو موقع قوي جدا، انصحكم جدا ان انتم تستخدموه. وخلينا دلوقتي نخش على الجهاز ونشوف ازاي بنقدر نستخدمه. طيب ده كده موقع فاير فلاي. هتيجي هنا عن تكست تو ايمج، بس طبعا لازم تعمل تسجيل دخول قبلها. طبعا لو جات لك دي دوس سكيب. طبعا هي بتقدر تختار الستايل الحاجه اللي انت عايز تطلعها، مثلا ممكن تختار ده تراي برومبت وتبدا تكتب مثلا اللي انت عاوزه. هنا مكتوب هاي ديتيلد ليتل بيرد مش عارف ايه، ممكن تسيب هاي ديتيلد كده زي ما هي وتكتب مثلا الحاجه اللي انت عايزها لاين، وتختار جنريت. زي ما انتم شايفين جاب لنا اسد شكله واقعي الى حد ما يعني،
ومتسيح الالوان، فيه الوان وفيه شغل عالي. وهنا بتقدر تغير الاسبيكت ريشيو اللي هي عايزه الماس لاندسكيب مثلا اللي هو بالعرض، ولا عايزه بالطول اللي هو ماسكه الموبايل اللي هي زي الستوري وكده، ولا عايزه سكوير مربع. كل ده بتقدر تتحكم فيه، وتقدر تتحكم في الاستايلات والفلاتر هنا كمان. وبس كده، ده كده كان موقع فاير فلاي. والموقع التاسع معانا هو موقع انفيديو. موقع انفيديو ده بيقدر يصمم لك اي فيديو بالذكاء الاصطناعي عادي جدا. موقع قوي جدا، مش محتاج خالص اي مهارات مونتاج ولا مهارات انيميشن، بس بتخش تستخدم الموقع ده عن طريق الذكاء الاصطناعي يطلع لك الفيديو بتاعك. فيلا بينا نجرب الموقع ده ونشوف ازاي بنستخدمه. ده موقع انفيديو، هتبدا تعمل فيه تسجيل، تكتب اسمك وايميلك والحاجات دي بقى كلها، او تسجل عن جوجل او فيسبوك. هنا بقى بتبدا تختار التمبلتس الموجوده اللي هي الجاهزه، تبدا تختارها من هنا، وتختار اي مثلا شكل فيديو عاجبك مثلا ده، وبعد كده تختار يوز تمبلت. هيبدا يجيب لك الفيديو بالتوقيتات بتاعته، بالمزيكا، بكل حاجه تقدر تعدل عليه، وكده انت عملت الفيديو وتضيف كتابه وتضيف مزيكا وكل الحاجات دي. طبعا اسيبك انت بس تستكشف فيه براحتك وتظبط كل حاجه. وبس ده كده كان موقع انفيديو. والموقع العاشر معانا هو موقع remover.ai. والموقع ده بيشيل لك اي باك جراوند لاي صوره، يعني لو انت عندك اي صوره بس عايز تعملها 4:6 فتقدر تشيل الخلفيه بتاعتك وتحط خلفيه بيضاء. وده بينفع في المصالح الحكوميه اللي بتطلبوا صوره 4:6 بخلفيه بيضاء، ممكن تجيب صوره متصوره عادي او تصور صوره في ساعتها وتغير الخلفيه عن طريق الموقع ده. حتى على الموبايل كده لو انت قاعد في اي كافيه او مثلا واقف في الشارع تقدر تعملها وتجيب الصوره وتروح تطبعها على طول. فخلينا مع بعض نشوف الموقع ده ازاي بنقدر نستخدمه. طيب ده شكل الموقع كده، هنختار تشوز ا فوتو، بعد كده نختار مثلا عادي صوره رشدي اباظه برده وندوس اوبن. هتلاقي شال لك الخلفيه وجاب لك الصوره لوحدها اهي. طبعا كل ما الكواليتي بتاع الصوره بتبقى عاليه كل ما يقص احسن يعني. بعد كده تختار داونلود هاي كواليتي، هيحمل لك الصوره بهاي كواليتي عادي جدا بجوده عاليه. والموقع ال11 معانا هو شات بي دي اف. الموقع ده بيقدر يلخص لك اي بي دي اف، يعني انت عندك بي دي اف المادة كبير، او عندك مثلا عايز تعمل بحث او تعمل مشروع تخرج او كده، فعندك كتاب او مقال او اي حاجه كبيره بي دي اف، يقدر يلخصها لك ويجيب لك اهم ملخصاتها. يعني احنا خالص مبقناش محتاجين الطالب في الدفعه الدحيح اللي بيلخص ويدي الملخصات للناس، لا بقيت بالذكاء الاصطناعي تقدر يلخص لك الماده اللي انت عايزها بالظبط. فيلا بينا نشوف الموقع ده ازاي بنستخدمه. وده كده موقع شات بي دي اف، هتبدا تختار البي دي اف بتاعك وتتبع الخطوات وهيطلع لك التلخيص بتاع البي دي اف عادي بكل سهوله. والموقع ال12 والاخير معانا اللي هو mixo.io. والموقع ده بيقدر يعمل لك ويب سايت عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون اي خبرات برمجيه، يعني بس بتكتب له انت عايز تعمل موقع عن ايه وهو يعمل لك الموقع ده. يعني لو انت عندك مشروع اونلاين او حتى لو مش اونلاين وعايز تعمل له موقع، فممكن عن طريق الموقع ده بالذكاء الاصطناعي تكتب له مواصفات مشروعك واللوجو والحاجه كلها عايزها عامله ازاي، وهو يبني لك الموقع فعلى طول في اقل من ثواني. فخلينا مع بعض نشوف الموقع ده عامل ازاي. هتبدا تكتب ديسكريبشن اللي هي الفكره اللي انت عايز تعملها. ممكن تكتب مثلا، طبعا لو انت بتبيع ملابس بتكتب ان انت بتبيع ملابس او كده. احنا ممكن نكتب كونتنت كرييتور ويب سايت، يعني عايزين نعمل ويب سايت لصانع محتوى. وتدوس جنريت سايت، يبدا يحمل لك الملفات، هو بيشتغل هو مع نفسه اهو، بس هيطلع لك في وقت قليل جدا. بس هتلاقي طلع لك الموقع اهو زي ما انت شايف. طبعا بتخش تعدل على الصور وتعدل على الحاجات دي كلها، بس ده هنا عشان تعدل عليه بتضطر تشترك في الموقع. طبعا على ما اعتقد الموقع ده تلاقي اشتراكه قليل مقارنه بان انت تعمل تخلي حد يعمل لك الويب سايت، ممكن ياخد 15,000 20,000 30,000، السعر بيبقى غالي جدا. في الموقع ده ممكن تشترك مثلا ب 300 جنيه انت كده عملت الموقع بتاعك، فده هيكون استثمار احسن واوفر بكتير. بعد كده بتختار سيف اند كاستمايز، وبعد كده بتكتب الايميل بتاعك، وبعد كده يوديك في صفحه لو انت عايز تدفع مثلا او تكمل او تعدل على الموقع لو هو عجبك يعني او عجبك الشغل اللي فيه. وبس كده، دول كان اهم واصيع 12 موقع للذكاء الاصطناعي. اتمنى كمان يكون الفيديو عجبك واستفدت منه، وكمان لو الفيديو عجبك واستفدت منه فعلا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، لان فعلا ده بيساعد في انتشار الفيديو. وكمان عندك تحت هتلاقي زرار اللي هو الثانكس او الشكر، يعني لو انت عايز تشكرني على الفيديو ده باي دعم مادي بمبلغ بسيط ممكن تنزل تحت وتشوف الزرار ده بنفسك. ولو انت مش حابب تعمل كده مفيش اي مشكله، يكفي ان انت شرفتني في الفيديو وكملت للاخر، بيكتفي بس انك تعمل لايك وكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.